خايف على نفسك؟ مش خايف يقبضوا عليك وانت خارج من عندي؟ متقلقش، المهم طمني عليك انت. الكل بيتهرب مني يا عبد العزيز، كله بيتهرب مني، حتى التليفون قطعوا عنه الحرارة. أنا متحاصر يا عبد العزيز، أنا لوحدي خالص. ما هو لازم تلاقي حل مع الحكومة. اللي عاوزاه الحكومة أنا ما أقدرش أعمله. عاوزين أرشد عن التنظيم السري وأماكن تخزين الأسلحة، وأنا لو عملت كده هيقتلوني يا عبد العزيز. أنا في الوقت ده، في اللحظة دي، أنا مرشد الجماعة المخلوع. خلعني من هم أقوى مني. مش ناقص غير الإعلان. محدش يقدر يخلعك، فضلت المرشد. اللي مش هيقدر يخلعني هيقدر يقتلني. في كل الحالات الجماعة ضاعت مني، أو أنا اللي ضيعتها. النتيجة واحدة. أنت عملت الجماعة من لا شيء. اللي بيحصل دلوقتي ده مجرد عاصفة عابرة. محدش عارف بكرة مخبي إيه. بكرة ما عندوش حاجة. الشخص محدش عاوزه. الإخوان اللي في السجن ربيتهم واحد واحد على إيدي. بقيت مش عاجبهم، انقلبوا علي عشان عملت بيان قلت فيه الحقيقة. الحكومة شايفاني السبب في كل المصائب اللي حصلت في البلد. أنا مطلوب من الجماعة، مطلوب من التنظيم السري، مطلوب من الحكومة. العظيم لو عادت بي الأيام لاكتفيت بتعليم الدين القويم وتفرغت لتعليم 100 شاب أقابل به من الله يوم القيامة ولا شيء غير ذلك. ولكن الأيام الماضية لا تعود يا فضيلة المرشد. لذلك خلق الله الندم يا عبد العزيز.